اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ نرمين. النهارده هعمل معاكم بيتزا بالجمبري. الطريقه اللي انا هعملها النهارده دي سيامي. لو انت عايزه تحطي عليها موتزاريلا تقدري تحطي فوق الصلصه، وممكن تحطي كمان على الوش شويه. والطريقه اللي هعمل بيها عجينه البيتزا هي طريقه البيتزا الايطاليه، وهعرفكم ازاي العجينه تطلع معانا ناجحه، وكمان هنعرف مع بعض ازاي نسوي الجمبري بالطريقه الصح. ويلا بينا دلوقتي نشوف المقادير والطريقه. بس حابه في الاول افكركم، اللي اول مره يشوف القناه ياريت يشترك في القناه او يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. ودلوقتي اول حاجه هنعملها هنجهز العجينه. معانا 3 كوبايات من الدقيق المنخول، ويكون دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه معلقه صغيره من الملح، وبعدين معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وكمان معلقه كبيره من السكر، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. لو مش متوفر ممكن زيت نباتي، بس الافضل مع البيتزا وبيكون طعمه احلى زيت الزيتون. وبس كده، هي دي مقادير البيتزا الايطاليه. اللي عايز يزود اكتر من كده رشه زعتر او توم باودر، ده شيء اختياري. لكن بالنسبه لمقادير البيتزا الايطاليه زي ما انا قلت لك كده بالظبط. ودلوقتي هنقلب المكونات دي مع بعض كويس، وبعدين انا هستخدم العجان. ممكن طبعا نعجن على الايد، وهنحتاج عجن متواصل لمدة 10 دقايق، وهنحتاج كوباية مية دافية وهنضيفها بالتدريج. وطبعا ممكن الكوباية دي تزيد شوية او تقل على حسب نوع الدقيق. وكده العجينة بقت جاهزة متماسكة ومش بتلزق في الايد، كده معناها ان العجينة ناجحة. هحطها بقى تاني في البولة بتاعتي واغطيها بالبلاستيك راب، واسيبها في مكان يكون دافي لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. ودلوقتي هنجهز الخطوه الثانيه، وهي تسويه الجمبري. في طاسه فاضيه على النار احط فيها معلقتين زيت واسيبهم يطفوا شويه، واكون محضره الجمبري دول 450 جرام تقريبا، طبعا جمبري متقشر ونضيف. وهنقلب فيه باستمرار بسرعة علشان مش عايزين ينزل مية. وهضيف التوابل بتاعتي، معلقة صغيرة من الثوم البودر، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة صغيرة من الزعتر، وشوية ملح. طبعا مقدار الملح دايما بيبقى حسب الرغبة. واحنا هنا هنسوي الجمبري 3/4 تسوية بس، علشان لسه هيدخل الفرن وياخد باقي التسوية. وكمان هقولك على معلومة، الجمبري ما ينفعش يتحط على البيتزا وهو ناي. لو اتحط عليها وهو ناي هينزل ميته على البيتزا وهيديها طعم زفارة. وهنا حطيت عليه عصرة ليمون كمان. كده الجمبري بقى جاهز عندي، وزي ما قلت لك 3/4 تسويه بس. دلوقتي هنجهز العجينه. المقدار اللي انا عملته دوت يعمل لنا بيتزتين وسط او واحده كبيره. والعجينه طالعه ممتازه معانا، طريه وسهله الفرد. جهز دلوقتي صينيه البيتزا. في الاول بحط رشة من السميد، وبعدين هفرد فوقيه البيتزا. واحنا شغالين كده هنجهز الفرن ونشغله على درجة حرارة تكون عالية. اهم حاجة الفرن يكون حرارته عالية، لان هو ده اللي بيدي البيتزا التسوية المظبوطة. دلوقتي هنجهز الصلصة. انا كنت عملتها قبل كده في حلقة فيديو بيتزا الخضروات، لكن هكتب لك برضو الطريقة بتاعتها والمقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو، تبقوا تبصوا عليها. انا بحب احط من الصلصة فوق البيتزا
كمية بسيطة، مش بحب أحط كتير، بس طبعا ده مسألة بترجع لكل واحد حسب ذوقه، عايزة تحطي أكتر من الكمية دي براحتك. بس كده، وبعد كده هبتدي أضيف الجمبري اللي سويناه 3/4 تسوية. كده هنضيف الخضروات، تقدري تحطي أي نوع خضروات بتحبيه أو يكون متوفر. أنا عندي هحط بصل، وهحط فلفل ألوان أحمر أصفر أخضر، وهحط زيتون، وهحط فلفل حامي. كده البيتزا تقريبا بقت خلاص جاهزة عندي، هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 لمدة من 10 لـ 12 دقيقة. وده كده شكلها النهائي بعد ما استوت. العجينة طالعة ممتازة وريحتها جميلة جدا، هحطها بقى في طبق التقديم وهوريكم بقى شكلها من تحت. بصوا عاملة ازاي، فيها قرمشة خفيفة وطرية في نفس الوقت، ممتازة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم، مقادير الصلصة والطريقة هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، ياريت تبقوا تشوفوها. وكمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتدوسوا سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. واشوفكم على خير في حلقة جديدة من حلقات مطبخ نرمين.